بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب الجزائر بيفوز على منتخب جيبوتي 4-0، في حين ان المنتخب البوركيني بتعثر 1-1 قدام منتخب النيجر. المهم بالنسبه للمنتخب الجزائري دلوقتي بقت اسهل من ان منتخب بوركينا يكسب منتخب النيجر، لان بوركينا تكسب النيجر ب 13-13 يبقى الماتش الجاي يكون فيه نسبه صعوبه. انما دلوقتي منتخب بوركينا فاس مطلوب منه ان هو يروح يلعب مباراه هجوميه في الجزائر. تعالى تعالى العب معانا، تعالى تعالى يا جماعه. بالماضي كان عامل اعتبار كبير جدا لماتش بوركينا اللي جاي، ومقعد رئيس مبلحي وبيقرر ان هو يقعد رياض، وبيقرر ان هو يريح الاثنين باكات، وبيقرر ان هو يريح برضه رامز روزيكي. تمام، مفيش اي مشكله، عندك البديل والبديل حاضر وجاهز. العب باثنين باكات زي محمد رضا وكمان ايوب الناحيه الثانيه، فمحمد رضا طرف وايوب طرف، وكده كده عيسى مندي وعبد القادر بدران مستمرين. قدامهم هتلعب باسماعيل بن ناصر، وحط اي حد جنب اسماعيل بن ناصر ما تقلقش، موجود رامز، موجود النهارده لعيب زي ادم زرجانه، هتلاقي ما فيش اي حاجه بتختلف تماما. هو اسماعيل بن ناصر كواليتي الواحد في نص الملعب، بسم الله ما شاء الله. قدامه في ال 4-2-3-1 كان فيه يوسف البلايلي وسعيد بن رحمه، مفترض ان هو بيلعب 10، والناحيه الثانيه بيلعب سفيان فغولي ومهاجم بغداد بنجاح. المنتخب الجزائري بدا المباراه قاعد يطول، المنتخب الجزائري قاعد يطول على يوسف البلايلي. في حاجه غلط، منتخب الجزائر تحس ان هو عادي شويه، تحس ان هم كده كده عارفين ان هم هيكسبوا في اي وقت، ففي شويه ملل في الماتش شويه. انا عارف ان الماتش هيبقى اون سايد جدا للمنتخب الجزائري، وعارف ان المنتخب الجيبوتي مش هيقدر ان هو ينافس مع المنتخب الجزائري في اي لحظه من اللحظات نظرا لفرق الامكانيات الكبير جدا، بس برضه عامل حسابي ان المنتخب الجزائري هيعدل السكور بتاع الماتش الاول. انا جاي يا باشا وماسك الكراسه والقلم وهشوف اكتب لحد كام، انما انت تيجي كده في اول نص ساعه 0-0، وبعد كده ضربه جزاء بتحصل عليها بلايلي. هي كانت من بره، بس البلايلي الراجل قال لك مالناش في الحرام، احنا مش بتوع حرام يا باشا، ضربه جزاء العب يا عم صد. نسكت بقى على كده؟ لا، بلايلي بعديها بدقيقه على طول يجي جايب كره اصعب منها بكتير برضه من كره طوليه، يعني كره طوليه بغداد بيسند بياخد هو ويطير، خلاص مرجح الراجل وحط. نخلص بقى على خير، خلصنا فعلا على خير وسجلنا الهدف الاول. يلا بقى يا رجاله، احنا عارفين ان هي لما بتفتح كده خلاص مفيش حد بيقدر يقفلها. نجيب بقى الثاني ونجيب بقى الثالث ونجيب بقى الرابع. لقينا فعلا ان الهدف الثاني جه بعدها ب 10 دقائق عن طريق سعيد بالرحمه. كانت مزنوقه شويه بس بالرحمه شاط الحارس، تحس ان فيها الكره سخنه، الكره فيها حاجه، فسابها ودخلت الهدف الثاني. نسكت بقى على كده؟ لا، برضه سفيان فغولي بيسجل بنفس الطريقه، كره برضه تقدر تقول عليها ان هي شبه ميته، سفيان فغولي بيحييها وبيسجل الهدف الثالث. برغم ان سفيان فغولي وسعيد بن رحمه ما كانوش جوه المباراه بنسبه كبيره، بس سجلوا هدفين في اول كوره راحت اليوم. نخلص بقى على كده وننهي الشوط، ونقرر ان احنا ننزل رياض محرز، ونقرر ان احنا نريح الرجاله شويه. يعني احنا كنا مريحين رامز ومريحين رياض ومريحين رئيس مبلحي، بالمره بقى نخش كده ننزل في اول الشوط اسلام سليماني مكان بغداد، ونريح اسماعيل بن ناصر وننزل رياض مكانه، والتغيير الثالث كان حسين بن عيده مكان محمد رضا. خلاص نريح بقى شويه، وبسم الله ما شاء الله احنا مش ريحنا شويه، احنا حرفيا شدنا اللي حافه الشوط الثاني، اللي هو خلاص منتخب الجزائر استكفى بالهدف الثالث، خلاص الهدف الثالث كده قفلت على كده، وقعدنا حرفيا 45 دقيقه. منتخب الجزائر هيجيب الرابع امتى؟ الجزائر هيجيب الرابع امتى؟ لحد ما اسلام سليماني ربنا يستره وقرر ان هو خلاص بقى في اللحظات الاخيره، والله يا جماعه مش معاكم معايا على الفاضي، بيسجل هدف الرابع علشان خاطر منتخب الجزائر يخلص المباراه 4-0. الحمد لله رب العالمين، الدنيا حلوه، الدنيا لذيذه جدا. ليه؟ لان المنتخب البوركيني هناك تعثر، ومعنى منتخب بوركينا تعثر وانت كسبت مباراه زي كده برغم ان انت كنت عامل اداء ممل، فانت كده مفيش حد عايز منك اي حاجه خالص. ليه؟ لان انت النتيجه بتاعه الخصم ساعدتك وانت لعبت مباراه بقدر المستطاع. دي بقى اللي احنا بنقول عليها انت بتلعب ماتش سهل بطريقه سلسه وبطريقه موضوعيه جدا، ريحت لعيبه للمباراه المهمه اللي جايه، والمباراه اللي هي المهمه اللي جايه الحظ حالفك ان المنتخب البوركيني تعثر، فهيجي مفترض المباراه تكون صعبه جدا عليه اكتر ما هي ما كانت صعبه عليه في الاول. يعني في الاول هو كان بيلعب على فرصه ان هو يخطف منتخب الجزائر، لان الجزائر كانت قامت هدفيه اعلى منه بكتير، فهو كان هيروح يلعب مباراه دفاعيه ويلعب على المرتدات. دلوقتي مطلوب منه ان هو يروح يهاجم منتخب الجزائر من الدقيقه الاولى، لان هو اللي محتاج الماتش. عرفت يا اسطى؟
تعال العب عندنا في مصر هنا قدام منتخب بوركينا فاسو ولقطك لك ان شاء الله باذن الله هتلاقيها سلكت، وتذكر حطها في الجول يا رياض، احنا هنا وشنا حلو عليكم. فعزيزي لما اجي اتكلم على منتخب الجزائر ما تقوليش روح اتفرج على منتخب بلدك، لان منتخب بلدي هيلعب الساعه 9 بالليل وانا ماتش الجزائر كان الساعه 3، فلما اجي اتفرج على منتخب بلدي معلش يعني ممكن تعمل لايك للفيديو لو عجبك، لان كده كده ان شاء الله كريم وهتعمل لايك للفيديو ده، حتى لو ما عجبكش برضه زي ال 45 دقيقه الممله بتاع الشوط الثاني انا عارف ان انت كريم وهتعمل لايك او سبسكرايب، وبلاش تشتم في الكومنتات وتقول لي ايه رد فعل مصر كده كده لازم نكتب العنوان ده معلش.